رامي جودة تستحق الثقة. هذا البرنامج برعاية رامي. إيغيسات الرائد الجزائري في التكنولوجيات الإلكترونية والكهرومنزلية وأول صانع لتلفزيوني يلتخى أشدي في الجزائر. هذا البرنامج برعاية إيغيسات. السلام عليكم. اللاعب الجزائري رشيد مخلوفي هداف مستوى عالي ومن لاعبين فريق الأفلان، أول فريق جزائري. مخلوفي بدأ في اتحاد سطيف لجرونا في الخمسينات، وبانت الموهبة عليها، راح احترف في فرنسا في سينتيتيان، ولا هو الجوهرة تاع ليكيب، ماركا 111 بوت مع سينتيتيان، ولا هو لو بوتور تاع هاد ليكيب عبر التاريخ. فرنسا تجري وجابتو يلعب عندها في ليكيب ناسيونال، ومعولين يديوه ثاني يلعب مونديال سويت 58. بصح هنا عيطت له الجبهة وهرب لتونس في السر، هو وجماعة صحابو عليها داروا ليكيب تاع الفلان، ومخلوفي هو الاول اللي رفد نيميرو 10 في التريكو تاع ليكيب ناسيونال. فرنسا ماتوا بالقنطة كي راح لهم مخلوفي. ومول الاستقلال واش دار مخلوفي؟ راح احترف في سويسرا على خاطر كان خايف يروح يلعب في فرنسا. احترف في سويسرا في ايكيب اسمها سيرفيت دو جنيف ودا شامبيونا، من بعد ولا سينتيتيان اللي دا معاهم 3 شامبيونا وكوب دو فرنس، وعليها راح الباستيا وكانت فانت كارير في السبعين، وموراها ولا اونترينر. كوب دوروب 84 نظمت في فرنسا، شاركت فيها ويزيكيب، لعبوا ما بين سطات تاع باريس، ستراسبورغ، سانت إتيان، مارسي. فرنسا كانت لا غروند إيكيب، سيرتو الميليو دو تيران اللي كان عندها، بلاتيني، فرنانديز، تيغانا، جيريس. فرنسا قدرت تتأهل من الجروب تاعها هي وثاني الدنمارك بقيادة ألكاير لارسن، والجروب الزوج جازت إسبانيا والبورتغال. ديمي فينال فرنسا البورتغال، ماتش ما يتنساش، بلاتيني دلع جب وربحت فرنسا 3-2. ولعبت اسبانيا كونتر الدنمارك ماتش الزوج تاع الدمي فينال، خلاص 1-1، راحوا لي تيرو بوت، ربحت اسبانيا 4-3. لا فينال واش نقولكم، تلعبت في باري بارك دي برانس، بدا الماتش وجات كوفر تيرها بلاتيني، وعليها صرات اللقطه الشهيره تاع الغارديان اركونادا اللي حكمها وطلقها في الشبك، وزاد الزوجه بيلون بيشنات سينيما، خلاص الماتش، فرنسا شامبيون دوروب. وداها ميور بيوتر بلاتيني بنف بيوت، وماركة ثانية أسرع هدف في الدورة في الدقيقة الثالثة كونت لا بلجيك. ريبيري وروبن يموتوا على السيميولاسيون. في ماتش ما بين ريد بولز والكولورادو، تيري هنري ماركي بوت، وعاند زعما توتي راح يجري لي سيبورتر حكم لا كاميرا وزعما دورها باش يفيلمي روحو مع الشاب، بصح ما قاسهاش كاع على خاطر فيه المسمى. لورون بلون كي كان جوار كان دائما داير بورت بونور، وشن هو انه يروح يقبل قبل كل ماتش راس فابيان بارتيز الغارديان تاعو، وصدقت له دو كوب دي موند لورو
ومام الماكدونالد استفادوا من هذه القبلة وين داروا لورون بلون زعما يحكم الساندويتش تاع الماكدونالد ويقبلوش غير الساندويتش راس بارتيز. سيتي ربحوا لا كوب دونجلتر كونتر ساندرلاند وصرات عفسة. واش نيو فينسون كومباني ديفونسور تاع سيتي فرحان زعما رافد لا كوب طاحت له من يده تكسرت وناصري باقي مشوكي لا كوب تكسرت. هي نورمالمون باش يديروا سوبر غلو ثم خفايف في مونطيوها تلصق. احنا هكا لي زاجيري كي تكسر كاش حاجه نديروا سوبر غلو ولا نقولوا الخير طاح. اتحاد العاصمه الحلاوه في الفوت الجيريان من اقدم الفرق في الجزائر تاريخ كبير مع لي تيتر 6 شامبيونا 7 كوب دالجيري بلا ما ننساو انهم لحقوا 16 خطره الفينال داو 7 سما اليوسما اختصاصي الكاس هذه حاجه مفروغ منها. والدرني شامبيونا سيزون 2013-2014 ربح الشامبيونا السادسه. وبالمناسبه حنايا نباركوا الاتحاد العاصمه وجمهور اليوسما المسامعيه اللي داروا حاله باحتفال ما يتنساش ونسوات ان شاء الله يفرحونا اليوسما ويجيبونا لي تيتر من الخارج بيان سور. إيغيسات الرائد الجزائري في التكنولوجيات الإلكترونية والكهرومنزلية وأول صانع لتلفزيوني ألترا اتش دي في الجزائر. هذا البرنامج برعاية إيغيسات. رامي جودة تستحق الثقة. هذا البرنامج برعاية رامي.